ننتقل سويا للزميلة سمر عبد العزيز ونتعرف أين هي متواجدة حاليا من أروقة المعرض. أهلا بكم من جديد ومستمرين معكم مشاهدينا في تغطيتنا المباشرة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 39 والذي ينطلق تحت شعار العالم يقرأ من الشارقة ومشاركة دور النشر. والحديث أكثر مشاهدينا عن إحدى دور النشر المشاركة في المعرض لهذا اليوم ينضم إلينا الأستاذ فادي ماجد مخللاتي دار جديد للطباعة والنشر والتوزيع بسوريا. أهلا بك. أهلا فيكم يا مرحبا. أهلا وسهلا، شرفت دارنا والله بوجودكم يا رب. هل تعد هذه مشاركتكم الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب؟ نحن هاي المشاركة 39، ما انقطعنا ولا عام عن معرض الشارقة. نحن ننتظر معرض الشارقة صراحة بالساعات وليس بالأيام، ننتظره بالساعات لأنه هو من أهم المعارض لدينا. جميل جدا. لو نستعرض للسادة المشاهدين عن أبرز الإصدارات والكتب لديكم في هذا العام. نحن دمجنا التكنولوجيا بالكتاب الورقي صراحة. بالفترة الأخيرة الكتاب بلش يندثر والناس بلشت تلتفت للتكنولوجيا أكثر من الكتب الورقي. نحن دمجنا الاثنين مع بعض بحيث يصبح لا الكتاب ينتسى وما نستغني عن التكنولوجيا. دمجناهم الاثنين مع بعض، صار عنا الكتاب مسموع ومقروء ومرئي مشان يكون في سهولة أكثر وأوسع بالمعرفة. جميل. لو نتحدث عن نموذج من هالنماذج التي ذكرتها بالنسبة للمرئي أو الواقع المعزز. نعم، بإمكاننا نستخدم تطبيق على التليفون، أي تليفون، بس نأخذ سكان على أي فقرة موجودة عنا داخل الكتاب. مثلا هون في عندي فقرة بتتكلم عن جسم الإنسان، بتخرج عندي الإجابة، هو الكتاب سألني، بتخرج عندي الإجابة على شكل مقطع فيديو توضيحي بيعطيني معلومات شاملة عن الفقرة اللي أنا بقرأها، مو بس المعلومات الموجودة داخل الكتاب. يعني هذا الكتاب هو عبارة مثلا عن 40 صفحة، بينما هو أخذ من موقعنا 2 جيجا. 2 جيجا ممكن يوفروا علي شراء 22 مجلد، وعم شوفهم مرئيين صوتي ومقروء ومسموع ومكتوب بنفس الوقت. هذا كان يعني بدل ما يكون التليفون بيد الأطفال أو بيد اليافعين بس مجرد للعب ومضيعة الوقت والفيسبوك، يكون شيء إيجابي يستفيد منه الطالب. هو هذا كان هدفنا بالأساس. وعندنا جميع يعني بنرضي جميع الأزواق وبكل الأعمار من عمر 3 سنين لغاية 40 سنة بكل الأزواق. جميل. نشكر الأستاذ فادي ماجد مخللاتي من دار جديد للطباعة والنشر والتوزيع. أنا لازم أتشكركم وتشكر والله حكومة الشارقة على الاستضافة الجميلة والرائعة اللي أنا بعتز فيها بلدي الثاني الشارقة. ويا ريت يعني نكون عند حسن ظنكم بهذا الإصدار ولاقي إصدارنا يعني حسن القارئ يا رب. شكرا لك. وإذن كانت هذه أهم تغطياتنا للمشاركين من دور النشر لهذه الحلقة. والآن مشاهدينا لنا عودة إلى الاستوديو. شكرا للزميلة سمر عبد العزيز المتواجدة في أروقة المعرض وتعرفنا عن قرب على هذه المشاركات المختلفة.